بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في الصيف جاليري، عاملين تخفيضات الصيف 50% بنصف السعر، في عاملين على حفاظات الطعام الجامبو الكبيرة ما شاء الله ستيل، قلت أصورها لحضراتكم تاخدوا فكرة عنها. يعني حفظ الطعام جامبو 85 سنتي ستيل هندي، من كام؟ من 2408 بقت 1204، ما شاء الله كبيرة جدا عملاقة. يمكن الصورة مش موضحة يعني شكلها عامل ازاي. هنا الشكل ده 70 سنتي بقاعدة ستيل، من 1169 اصبح بكام؟ ب584.5 ريال. الشكل ده ما شاء الله، ده اكبر حجم يعني. اشوفوا حجم 85 250 سنتي، يعني 85، ممكن 85 لتر كده، دي ممكن 70 لتر، دي ممكن 85 لتر. هنا في حفظ الطعام 7.5 لتر، من 184 بقت ب142 ريال. الحفظة دي بيضاوي او حلزوني يعني، اهي حفظة بيضاوي هندي حلزوني 7.5 لتر، من 448 بقت ب224 ريال. نبيع حفظات طعام هندي 2.5 لتر ب29.5 ريال، من 59، ودي 2 لتر ب24.5 ريال. ده برضه أول مرة أشوفه، طقم سكاكين بيد رخامي اللي هو الذهبي ده، القاعدة بتاعته الذهبي دي يعني، والستاند بتاعه ذهبي، من 169 بقى ب84.5 ريال اللي هو ده، وهو 6 حبة يعني 5 سكاكين والستاند، يبقى 6 اللي هو اللي لونه ذهبي. يلا انا قلت اصورهم كده ادوكم فكره يعني، عشان اول مره ينزلوا عليهم خصم بصراحه. نشوفكم ان شاء الله في جوله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.